السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نكمل الحلقة الماضية تبعتنا اللي هي في تنزيل الباكيجات والمكتبات اللازمة لتشغيل الكورس تبعنا. الحلقة هذه راح نشتغل على لارافيل ويب سوكيتس اللي هي تبعت البوشر. فلو جينا هنا كتبنا لارافيل ويب سوكيتس من موقع بايونت كود، اوكي، هندخل على البايونت كود هذه. طبعا هو دخلنا على الجيت هاب، ندخل على الموقع تبع الدوكيومنتيشن. في عندنا هذا الموقع، هندخل على الانستوليشن اللي هي للارافيل ويب سوكيتس اللي هي عشان نستخدم مكتبة البوشر بس بشكل مجاني. طريقة تنزيل المكتبة هنكتب له اللي هو الكومبوزر ريكواير بايونت كود لارافيل ويب سوكيتس، هناخدها كوبي، هنفتح تيرمينال جديد، اوكي، نكتب له Composer Required Bind Code Laravel Web Sockets، نستنى عليه لحد ما ينزل لنا المكتبة كاملة. نرجع هنا مرة ثانية، هيطلب منا ان نسوي Publish للفندور اللي هي Migration. اوكي، هو خلص الآن. نكتب له اللي هو الكود تبع Publish للميجريشن، هينشئ لنا في الداتابيز اللي هو الجدول هذا. تمام، هيكون عندنا في الداتابيز في الميجريشن اللي هو اول جدول اللي هو بالاصفار هذا، هيكون عندنا بهذا الشكل. تمام، في عندنا هيطلب منا ان نسوي له ميجريت على الداتابيز، اذا نسوي له ميجريت عشان ينزل لي للداتابيز. فالآن هنلاقيه عندنا في الداتابيز باسم WebSockets Static Entries. لو يجينا هنا سوينا Refresh هنلاقي هذا هو. تمام، نرجع نكمل. هيطلب منا انه احنا نساوي Migrate للConfig تبعته، Publish للConfig. هناخد الملف هذا الكود نسوي له Paste، انشئ لنا ملف اسمه WebSockets.php مجلد الكونفيج. نسكر هذا ونسكر الملف، نفتح الكونفيج اللي هو الويب سوكيتس. تمام، هيكون بهذا الشكل. طبعا هنا في بعض التعديلات هنعدلها، وهنعدل باقي الملفات كمان اللي بتحتاج نحتاجها عشان نشغل البوشر. طريقة الاعدادات هنا بيحكي لنا بعض الاعدادات كيف راح نسويها. هنيجي على البيزك يوزج، اوكي، هيطلب منا انه احنا ننزل مكتبه البوشر اللي هي البوشر بوشر بي اتش بي سيرفر. طبعا هو مستخدم هنا مكتبه قديمه اللي هي فيرجن 3، احنا هنستخدم المكتبه الاخيره اللي هي الفيرجن 5، فهناخذها بدون رقم الفيرجن. هنيجي نفتح التيرمينال، نسوي له سيرس، نحكي له paste اللي هو composer require pusher pusher php server. اوكي، هنا هو استخدم الفيرجن الاخير اللي هو رقم 7 اللي هو using version 7، فهذا الفيرجن لسه ما هو متوافق مع اللارافيل 8. اوكي، ممكن يكون متوافق مع اي فريم ورك ثاني بس مش اللارافيل، فلذلك هنروح على الكومبوزر.json. اوكي، هنكتب له هنا احد المميزات تبعت البي اتش بي ستور، انه احنا ممكن نكتب المكتبه هنا وهو راح يسوي لي عليها اوتو كومبليت. فهنسوي له بوشر اللي هو البوشر بي اتش بي سيرفر، هنعطي له اللي هي العلامه هذه، وهنختار منها اللي هي الفيرجن 5.0. اوكي، بهذا الشكل، ونمسح الرقم 3 لانه ممكن انه يكون في فيرجن بعدها. بعد ما خلصنا من هذه الامر هنيجي هنا نكتب له كومبوزر ابديت. الان نزل لي المكتبه، طلع عندي سكسس. اوكي، الان نكمل التنزيل تبع المكتبة هذه.
عندنا بيطلب منا انه احنا نعدل في ملف الدوت ام اللي هو البرودكاست درايفر لبوشر. اوكي هناخذ بوشر ونروح على الدوت ام ونلاقي البرودكاست درايفر هنلاقيها هو ديفولت لوج، نخليها بوشر. تمام، بما انه احنا دخلنا في موضوع البرودكاست فمعناته انا بدي افتح اجهز عندي ملف اسمه broadcasting.php من مجلد الكونفيج. هندخل عليه هنفتحه هنا. تمام، نرجع للدوكيومنتيشن، في عنا بعض المكتبات. اوكي هو هنا حكى لنا افتحوا الملف اللي هو الكونفيج broadcasting.php وساوي الاعدادات هذه فيه. اوكي تمام، طيب خلينا نيجي نشوف، في عندنا هنا الانكريبتنج ترو، وفي عندي الهوست، وفي عندي البورت، وفي عندي السكيما. طبعا السكيما هنا انا عندي مكتوب هنا HTTP، انا بشتغل على ال HTTPS مثل ما احنا سوينا في اول حلقة، فمعناته احنا راح نعدل السكيما ل HTTPS بحيث انها تتوافق مع ال SSL. نفتح البرنامج تبعنا، هنروح على البرودكاستنج. طبعا عندي البرودكاست درايفر احنا عدلناها من الدوت انف اللي هي للبوشر. اوكي طبعا مش ضروري انه احنا نعدلها من هنا لانه هو هيقرا الفاليو من الدوت انف. تمام، هننزل هنا على الكونكشن، في عندنا البوشر. اول حاجه هو هيقرا البوشر، البوشر اب كي هنعدله الان، والسيكريت، والبوشر اب اي دي، وفي عندنا هنا الاوبشنز. الاوبشنز هنا كاتب لنا الكلاستر اللي هي لو يجينا هنا على الموقع ناخذ هذه الخمس اسطر ونرجع هنا نسوي لها بيست. طبعا عندنا الكلاستر موجوده من الاول، في عندنا اليوز تي ال اس هنخليها ترو، في عندنا الانكريبتد هيكون ترو لانه احنا شغالين على ال HTTPS، وفي عنا الهوست 127.0.0.1، في عنا البورت هنخليه الديفولت تبعه اللي هو 6001، أو إذا أنت شغال على أكثر من بورت ممكن إنه أنت تغيره، لكن في حالة إنك تغيره لازم تغيره هنا في الويب سوكتس كمان. تمام، نرجع عنا هنا السكيما، عنا هنا HTTP لأنه هو شغال على HTTP، لكن أنا بدي أغيرها لل HTTPS. أوكي، وفي شغلة بسيطة راح نضيفها عن طريق الدوكيومنتيشن. طبعا احنا هنا حاليا في البوشر ريبليسمنت. اوكي في عندنا شغلة هنا للاس اس ال اللي هي الاس اس ال سبورت، في عندنا بعض الملفات هنا هنغيرها في اللي هو الويب سوكتس دوت بي اتش بي، لكن هنرجع لها كمان شوي. هناخذ اللي هي السي يو ار ال اوبشنز. اوكي بس هذه هنضيفها عندنا في البوشر كونكشن. اوكي نرجع للملف تبعنا نقول له هنا فاصله ونعطي له سي ار ال اوبشنز اللي هي سي يو ار ال اوبت اس اس ال فيريفاي هوست هنخليها زيرو، والثانيه اللي هي الفيريفاي بير هنخليها برضو زيرو عشان يشتغل معنا على ال HTTPS. هننزل تحت نشوف ايش في عنا. خلصنا من هذا الملف. اوكي هنسكر البرودكاست، هنرجع للويب سوكت، هننزل تحت. طبعا عنا بعض المعلومات هتكون هي نفسها، enable client message هنخليها false، enable statics هتكون true. تمام، هننزل تحت في عنا شغلة، في عنا max request size nkb خلينا نزودها، نخليها مثلا 600، وفي عندنا الباث هيكون لارافيل ويب سوكيتس، انا ما هغيره هخليه مثل ما هو ديفولت. اوكي هننزل تحت، في عندنا شغله اسمها اللي هي الاس اس ال، هنا بعرف لي اللي هو اللوكال سيرت، وفي عندي اللوكال بي كي، وفي عندي الباث فريز، فمعناته انا هاخذ اول اثنين اللي هو اللوكال سيرت واللوكال بي كي، أخذهم كوبي وخلينا نشيل النل هذه من هنا وشيل النل من هنا ونخلي النل هذه هنا عادي.
نرجع للملف الدوت انف ونضيف السطرين هذول اللي بعد البوشر، نسوي لهم بيست ويساوي اوكي. طبعا انا بما انه انا شغال على لارافيل ويب سوكيتس فمعناته انا بدي احط له اي قيمه من عندي من هنا خاص فيه، مثلا ماينز سي ام اس اللي هو اي دي، وفي عندي هنا ماينز سي ام اس كي، انت بتقدر انك تحط اي قيمه من عندك، وفي عندي هنا ماينز سي ام اس اللي هي السيكريت تمام، وفي عندي الكلاستر اللي هو مثلا نخليه EU تمام. طبعا هذه الأوامر راح يقرأها عندنا هنا في الويب سوكيتس اللي هي فوق هنا اللي هي البوشر اب اي دي، البوشر الاب نيم، البوشر اب كي، والبوشر اب سيكريت اوكي تمام. بعد ما خلصنا هنا في عندنا اللي هي الاس اس ال سيرتيفيكيت، في عندنا اللوكال سيرتيفيكيت اللي هي الملفات اللي انشاناها في اول حلقه اللي هي الخاصه بالسيرتيفيكيت اللي هي في الزام في الاباتشي في السي ار تي في الابلود سبيسز سبيس دوت تيست، في عندي هنا السي ار تي وفي عندي هنا الكي تمام. انا اخذ هذا الكوبي ونرجع هنا نحكي له بيست بنفس فورورد سلاش هذه اوكي، هنا نحكي له سلاش اللي هي سيرفر دوت سي ار تي، وفي عندي هناخذ كوبي برضو هنا بدل السي ار تي هيكون كي الملف الثاني تمام. طيب نرجع للاوبشن تبعنا، احنا طبعا كنا هنا في الريبليسمنت تمام، في عندنا اللي هو اليوزج ويذ لارافيل ايكو، معناته احنا بدنا نستخدم معها اللي هي المكتبه تبعت لارافيل ايكو وكمان اللي هي البوشر. فلو ضغطنا على لارافيل ايكو في عندنا هنا اللي هي هيفتح لنا لارافيل.com وهيفتح لنا اللي هي المكتبه تبعت البرودكاست كيف طريقه التنزيل تبعتها. لو رجعنا لاول الصفحه في عندنا اللي هي البوشر شانل، فهنستخدم ننزل مكتبة الـ NPM Install اللي هي الـ Laravel Eco والـ Pusher JS أوكي. هناخد هذه كوبي وبعديها نفتح ملف Resources JS Bootstrap عشان نعدل هذه المعلومات تمام. نيجي على البرنامج تبعنا نفتح Terminal ونقول له NPM Install اللي هو minus minus save dev اللي هو Laravel Eco والبوشر جي اس مكتبتين، سوي له انستول اوكي تمام. الحاجه الثانيه اللي هي هنروح على الريسورسز على الجي اس على البوتستراب دوت جي اس، هننزل تحت هنا عندنا الاسطر الاخيره هذه بتكون عليها كومنت اللي هي الامبورت ايكو اللي هي Laravel Eco وهنستدعي البوشر دوت جي اس وهيسوي لنا عليها التفعيل تبعها. فهنشيل الكومنتس هذه اوكي ونرجع للدوكيومنتيشن تبعنا اللي هو الخاص باللارافيل ويب سوكيتس وبقولنا اكتبوا هذه الاوامر. هناخذ هذه كوبي ونرجع للبرنامج تبعنا نحكي له هنا مثلا بيست، طبعا البرودكاستر ماخذها بوشر هنحذفها، عندنا الكي هو ماخذها اوتوماتيك من ملف الدوت ام في الميكس بوشر اب كي اللي هي هذه mix بوشر اب كي تمام. فمعناته هذه هنحذفها. في عندي الويب هوست هذه هنخليها موجوده، عندي دبليو اس بورت هذه 6001 طبعا هذه جايه عن طريق اللي هي الاتش تي تي بي العادي مش الاتش تي تي بي اس اوكي. في عندي الفورس تي ال اس هذه هنا هو مسويها فورس هنا ترو، فمعناته هذه هنشيلها من هنا تمام. فورس تي ال اس المفروض انها تكون ترو لانه احنا سويناها في الويب سوكيتس ترو، موجوده انا هنا عندي اللي هي ترو في البرودكاست اللي هي هذه نعم.
في البرودكاستنج احنا سويناها ترو، معناته هنا في البوت ستراب نخليها ترو. في عندي الديسيبل ستيت اللي هي هتكون ترو، اوكي، فمعناته نسويها هيك. طيب بما انه انا شغال على HTTPS، كل اللي راح اسويه راح اضيف S ثانية مع ال WSS host و WSS port فقط لغير عشان يشتغل معنا على HTTPS. اذا ما كنا شغالين على HTTPS هنضيف ال S هذه، هنخليها WS host و WS port، تمام. فمعناته هيك احنا خلصنا اللي هو ال settings تبعنا. نرجع نشوف ايش بضايل عنا في الدوكيومنتيشن. لو نزلنا هنا تحت خلصنا من هذه الصفحة، اوكي، نيجي على اللي بعدها اللي هي starting web sockets. الان نقدر احنا نسوي PHP artisan web socket serve، لكن خلينا اول حاجة نسوي install للمكتبة بعد ما عدلنا ملف bootstrap.js. نسوي npm run dev، نسوي له npm run dev، اوكي، عشان يعدل لي ملفات الجافا سكريبت بعد التعديل. اوكي، الان build successful. خلينا نجرب الان الكود اللي هو تبع التشغيل. لو جينا هنا هنقول له PHP artisan web socket serve. لو احنا شغالين على 6001 ما هنكتب اي حاجه، اذا غيرنا 6001 راح نضيف عليها اللي هو التاج تبع البورت، اوكي، اللي هو البورت اوبشن، ونكتب البورت اللي احنا غيرناه، اوكي، او اذا غيرنا بدل الهوست من 127.0.0.1 ممكن انه احنا نحط الهوست الثاني، تمام. طبعا بالنسبه لتشغيلها على نظام لينكس او على السيرفر في لينكس انا كنت شارحها في احد الكورسات اللي انا سويت لها ببلش، اللي هي رفع نظام إدارة المحتوى على سيرفر، أوكي، أنا شارح فيها نظام إنه كيف نفعل الويب سوكتس على اللينكس أو على السيرفر، تمام. نيجي للبرنامج تبعنا، كل اللي راح نسويه هنقول له هنا PHP artisan web socket serve. لو سوينا له start وهنا أخذنا دوبلوكيت لهذا التاب ونقولنا له هنا سلاش لارافيل ويب سوكتس، سوي ستارت، أوكي، طلع لي هذا الشكل. هيك بمعناته أنه هو شغال معي. لو سوينا كونكت طبعا ممكن يطول معي أول مرة، ممكن أنه ما يشتغل معي من أول مرة، فأنا بما أنه طول فمعناته هو مش شغال، اوكي. طلعت لي الرساله هذه اللي هي the channels current state is unavailable. انا عرفت ليش، لانه انا شغلت على الويب سوكت على البرودكاستنج، ففي عندنا مكتبه معطله اوريدي او باي ديفولت من اللارافيل. فهنيجي هنا على اللي هو البرودكاست سيرفيس، في عندنا هذا البرودكاست سيرفيس هيكون معطل اوريدي. من وين بدي افعله؟ هروح على مجلد الكونفيج على الاب دوت بي اتش بي، انزل على اللي هي البروفايدرز، اوكي، هنزل على اخر حاجه بالبروفايدرز، هنلاقي الاب بروفايدر برودكاست سيرفيس بروفايدر كلاس معطله، راح نشغلها ونتاكد من بعض المعلومات. هنا طبعا احنا عبينا اللي هي البوشر، وهنا كتبنا اللي هي البرودكاست بوشر، تمام. طيب في حالة انه انا ما اشتغل معي من بالمرة، فممكن انه انا اجي هنا على البوتستراب على الكاش على الباكج والسيرفس، هذه بدي احذفها، اوكي، واجي على مجلد النود موديولز هسوي له ديليت. ركز معي هنا، سويتنا ديليت للمجلد اللي هو النود موديولز، اوكي. في شغلة كمان ممكن انه احنا نحذفها، اذا كنا سوينا انستول لملفات وشلناها هنشيل هذا الباكج لوك دوت جيسون، اوكي، هنسوي له ديليت. هنفتح تيرمينال عندنا، طبعا نسكر هذا، نفتح من اول وجديد، هنحكي له هنا كومبوزر دمب اوتو لود، ونستنى عليه لحد ما يسوي لنا لود،
dump auto load. اوكي تمام. الان راح نحكي له هنا npm install نستنى عليه لحد ما ينزل لي مكتبات الجافا سكريبت. بعد ما نخلص هنكتب له هنا npm run dev. اوكي نستنى عليه لحد ما يسوي لي كومبايل. طيب الان هو خلص الكومبايلنج اللي هو لارافيل ميكس بيلد سكسسفل. الان المفروض انه هو يكون شغال معي. فلو سويت هنا بي اتش بي ارتيسان ويب سوكيت سيرف نسوي له انتر نيجي هنا نسوي له ريفرش نسوي له كونكت برضو ما اشتغل معي. طيب بما انه انا ما اشتغلش معي فمعناته انا في عندي شويه غلط في الاعدادات، فخلينا نتاكد من الاعدادات. بما انه انا شغال على HTTPS بدي اجي على الموقع عندهم وهنا اروح على الـ SSL support واشوف ايش اللي راح يصير معي. هدخل على الـ SSL support في عندي الـ configuration. في هذا الوضع في الـ client configuration اوكي، يعني في ملف الـ bootstrap.js انا راح اضيف هذه المعلومات. اوكي تمام. انا راح اتبع جميع الخطوات اللي موجوده في الموقع بالضبط. فراح اخذ هذه الاكواد ارجع على الموقع تبعي على bootstrap.js. طبعا هخلي الاكواد اللي انا كاتبها من الاول. طبعا في عندنا البوش البرودكاستر وفي عندي الكي هحذفها وفي عندي الدبليو هوست. اوكي في عندي هنا الدبليو اس هوست. اوكي انا حطيتها دبليو اس اس فمعناته خليني ارجعها دبليو اس. اوكي هرجع هنا هشيلها وفي عندي دبليو اس بورت برضو هخليها هنا دبليو اس بورت اللي هي 6001 وخلي البيانات اللي هم حاطينها تمام. هذا الوضع الاول. خليني ارجع هنا مره ثانيه اشوف في عندي سيرفر كونفيجريشن في عندي اللي هي الكلاستر والهوست والبورت سكيما اتش تي تي بي اس اخذهم كوبي وارجع على البرودكاست اللي انا كتبتهم في الاول هحذفهم. خليني بس اكتب هذا الكلام. عندي الكلاستر موجود فمعناته ديليت، في عندي الهوست موجود ديليت، في عندي البورت موجود ديليت، في عندي السكيما موجود تمام. معناته انا راح احذف اللي هي السي ار ال اوبشنز تمام. نرجع هنا في عندنا اللي هي اليوزج وذ لارافيل فاليد اللي هي انه احنا نعرف له اللي هي السي ار تي والكي. احنا طبعا سويناها هذه اوريدي. في عندنا الفيريفاي بيرز هذه ما هي موجوده في الملف هناخذها كوبي ونرجع على نفس الملف هذا اللي هو الويب سوكيتس. اخر حاجه اللي هي اللوكال سيرت اللوكال بي كي والباس فريز هنا هنضيف له اللي هي فيريفاي بيرز فولز تمام. نرجع في عندي هنا اللي هي you need you also need to disable SSL verification اللي هي هنضيف عليها اللي هي ال SURL options هناخدها copy ونرجع هنا للبرودكاستنج اللي هي الكود اللي احنا مسحناه قبل شوية نرجع مرة تانية. في عندي هنا في اللي هو broadcast.js في عندنا شغله اللي هي ال WS port وال WSS port ما في عندي WSS host فمعناته خليني اخذ هذول الاثنين الثلاث اسطر هذه كوبي وارجع على bootstrap.js نشوف في عندي ال WS وال disable true هذه اوكي فمعناته الكود اللي ناقص عليا اللي هو WSS احطه هنا اوكي وبعديها نسوي اخر حاجه عندنا. طبعا احنا خلصنا من الدوكيومنتيشن هذه خاصه باعدادات الانجينكس تمام. اخر حاجه نسويها عندنا حاليا اللي هي نحذف النود موديولز
واحذف الكاش من البوت ستراب اللي هي ملفات البي اتش بي فقط. اوكي، واخر حاجه كمان هفتح الملف البابليك، هحذف السي اس اس والجافا سكريبت. تمام، وبعديها افتح التيرمينال، احكي له اول حاجه كومبوزر دمب اوتو لود، بعديها اعطي له بي اتش بي ارتيسان كلير كومبايل فيو كلير، وهقول له كاش كلير. اوكي، الشغله اللي بعديها راح اسوي ام بي ام انستول and npm run dev. هستنى عليه لحد ما يسوي كومبايل. تمام، الان سوى كومبايلينج، الان ان شاء الله انه يشتغل معنا. هنكتب له بي اتش بي ارتيسان ويب سوكيتس سيرف، نساوي انتر. اوكي، نرجع للموقع تبعنا، نسوي له ريفرش، نسوي هنا ريفرش، نسوي كونكت. اوكي، اشتغل معي. بما انه طلعت معي هذه الشاشه فمعناته انا اشتغل معي اللي هو اللارافيل ويب سوكيتس. اوكي، لو جينا هنا نسوي له ريجستر، بس نبني اول يوزر عندنا، هنكتب له هنا سامي، الايميل سامي at gmail.com. هنا احط له الباسورد المعتاد تبعي 123 3 مرات، اسوي له ريجستر. اوكي تمام، اسوي له سيف. هنا نلاحظ هنا عندنا الويب سوكيتس بدا يعطيني مسجز هنا باللون الاخضر، فمعناته بهذا الشكل معناته انه اللارافيل ويب سوكيتس اشتغل معي مضبوط. لحد هنا نوقف، نكمل الحلقه الجايه. يعطيكم العافيه. إذا كنت أول مرة تزور القناة لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب على الفيديو ومشاركة القناة مع المهتمين بالبرمجة، ودعوة في ظهر الغيب، ويعطيكم العافية.